da sa sobom u Verdovanu. جريس ميكاليوس شهرة عظيمة في عالم الأدب غيرت حياتها تماما. ففي سنة 1956 نشرت روايتها الشهيرة موقع بايتون التي حققت نجاحا باهرا، وعادت على المؤلفة بكسب مادي عظيم فاق كل توقعاتها، فقد باعت أكثر من 8 ملايين نسخة. ثم تبعتها بثلاث روايات أخرى باعت 6 ملايين. فكان حصاد هذا النجاح ربحا إجماليا أدخلها في دائرة المليونيرات.